هاتف بشير سنان المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي، مرحبا بك. بداية، تهدف الأمم المتحدة من خلال هذا اليوم حث المجتمعات على دعم الرياضة ولعب دور حيوي في تعزيز الأمن والسلام في المجتمعات. برأيك إلى أي مدى ساهمت الرياضة في تعزيز السلم والأمان في المجتمعات؟ مبارك على جميع العاملين في قناتنا اليوم وأيضا جميع المتابعين، وحقيقة نشعر ب يعني ارتياح كبير وأنتم في قناة تتابعون هذا الحدث الذي تغافلت عنه الجهات الرسمية الأساسية في بلادنا، وأيضا ربما تغافل عنه الإعلام الرياضي بشكل عام. نعم. الحديث عن الرياضة ودورها المجتمعي في تنمية السلام يعني حديث ذو شجون، يمكن يعني أن نسقط يعني واقعة قريبة حدثت في بلادنا منذ قرابة أشهر معدودة بفوز منتخب الناشئين من بطولة غرب آسيا. شاهدنا جميعا الزخم الكبير الذي خلف غاب الانتصار، شاهدنا جميعا ما صنعته الرياضة مقابل العجز الكبير للسياسيين، من حراك على الأرض، من اقتتالات شعبية، من هتاف موحد الجميع حقيقة من أقصى الوطن إلى أقصى، بالروح بالدم من الجميع حدثت في اليمن. فالرياضة لها دور محور يعني